كأس العالم للأندية والتصنيف. نقول الأسماء بتاعت نقول الأندية. نقول الأسماء. التصنيف الأول وانزلوا معانا على الشاشة يا جماعة. تركوا هاتولي الموضوع بتاع الحكام والاجتماع. والله بيهودوني ياخدوني على قد عقلي وبعدين في الاخر بيعتبروني بنسى. متعبين يا كابتن؟ اه لا والله بجد. بس جابوا لنا عاملين مجهود جبار. كابتن جابوا لنا الصوره بتاعت محمد الحنفي وهو شايف لقطه ياسر ابراهيم. ده اساسي بس لما يبقى في حاجات قالوها عشان نرجع نقول لهم يا جماعه بص دلوقتي جاب لك الانديه على طول. وابوه بطل العالم بقى اللي يعرف. يا كابتن شوبير الناس جاحده. بطل العالم اللي يعرف كل الشعارات دي بتاعت انا انديه فهرب من قدامي يعني. التصنيف الاول جاي كالتالي: مانشستر سيتي، ريال مدريد، بايرن ميونخ. بايرن ميونخ على فكره خسر من شويه من باير ليفركوزن في الدوري الالماني 1-0، شكلها هتلحق لك يا مرموش باذن الله. بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، فلامينجو، بالميراس، ريفر بليت، وفلومينينسي. دي التصنيف الاول. اما التصنيف الثاني فجاء كالتالي: تشيلسي، بروسيا دورتموند، انتر ميلان، بورتو، اتلتيكو مدريد، بنفيكا، اليوفي، ريد بول، سالزبورج النمساوي. اما التصنيف الثالث فالهلال السعودي، اولسان هونداي الكوري، النادي الاهلي، الوداد، مونتيري، ليون المكسيكي، بوكا جونيورز الارجنتيني، وبوتافوجو البرازيلي. التصنيف الرابع: اراوا دايموندز الياباني، العين الاماراتي، الترجي التونسي، سان داونز الجنوب افريقي، باتشوكا المكسيكي، سياتل الامريكي، اوكلاند سيتي، وميسي الامريكي. مش نادي انتر ميامي، اسمه نادي ميسي يعني. هو هيعمل رواج للبطوله غير طبيعيه. هو ذكاء غير عادي طبعا، هم اختاروه يلعب مباراه الافتتاح. يعني هيعمل رواج غير عادي. في نقطة مميزة يا كابتن، الفرق المكسيكية اللي معانا في التصنيف التالي دي مهم جدا ان احنا ما نواجههاش في دور المجموعات، لان المكسيك قريبة جدا من امريكا، وبالتالي هيكون كمية الجماهير والشحن الجماهيري المتوقع من الاندية دي هيكون قوي جدا، فكون ان هم يتواجدوا معانا في التصنيف الثالث فانت بتتجنبهم. هو في اندية الاهلي لن يواجهها يعني في التصنيف الثالث. ونظام القرعة لا ما ينفعش عدم وجود اكتر من فريق من نفس اتحاد القاري في نفس المجموعه. أيوة. يعني مثلا انت عندك سان داونز في ما يدخلش معاك في التصنيف وده كويس مثلا بالزبط. او الترجي ما هو برضو التصنيف رابع، الوداد معاك في نفس التصنيف، واللي معاك في التصنيف الفرق اللي معاك في التصنيف ده ما ينفعش يعني في سبع فرق كده الاهلي لن يواجههم. انا بقول مهم ان فرق المكسيك تقريبا ثلاث انديه في المستوى الثالث معانا، وبالتالي مش هتتواجد في مجموعه النادي الاهلي. وفرق المكسيك قريبه قربها من امريكا، وبالتالي الجماهير وامتلاء الملاعب بالجماهير احنا مش هنتعرض ليه، فده شيء ايجابي. وعايزين يا كابتن بقى نستعرض من كل تصنيف احنا نحب نختار مين معانا. يلا اختاروا بقى يا جماعه دلوقتي، حضروا ورقه وقلم. جيب لنا المجموعه. استنى بس استنى يا عم فارس، اهدى اهدى، صلى على حضره النبي كده وانا معاك اهو. قول لنا المجموعه يا عم اسامه. مجموعه الاهلي سجلوا على احمد اسامه. يلا مجموعه الاهلي الامنيات ماشي، ما يستعرضوا لنا التصنيف. هو ده اللي انا بقوله يا كابتن، عايزين الصوره. مانشستر سيتي انا معاك، انا معاك للاخر. مانشستر سيتي لا مش عايز. ريال مدريد ما تقوليش مش عايز، قول لي انا هنقعد مع كذا. تمام. مانشستر سيتي ايوه معانا؟ لا. معانا مانشستر سيتي؟ لا لا. طيب ريال مدريد؟ لا. ريال مدريد اهم بداوا يجهزوها ولا لسه؟ مش مهم. الصوره الاولى كانت اوضح اهو. ماشي كده كده باينه خلاص اهو. يلا مانشستر سيتي، ريال مدريد، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، فلامينجو، بالميراس، ريفر بليت، وفلومينينسي. انا عايز فلومينينسي، انا عايز فلومينينسي لان لعبنا معاه وده هي يعني. طب يبقى انت فلومينينسي الحاجز النفسي. استنى بس هقول اهو، الاهلي، فلومينينسي، ايوه، البرازيلي. فانا اتمنى ان هو يتواجد معانا لان من وجهه نظري هو خلصنا من فلومينينسي. اللي بعديه بقى ماشي، اللي بعده هم يعرضوا التصنيف. انا معاك، ما هو قدامك اهو التصنيف. انت هتاخد ماشي التصنيف الثاني. هقول لك انت هتاخد من السنه لما اكتب اسم فارس محمد فارس. انا بميل لفلامينجو او ريفر بليت لان الانديه الارجنتينيه. اختار فرقه. ريفر بليت لان الانديه الارجنتينيه متراجعه الفتره دي. ريفر بليت اوكي. يلا التصنيف اللي بعده يا جماعه، التصنيف الثاني. الثاني يلا فارس، عندك تشيلسي، عندك بروسيا دورتموند، عندك انتر ميلان، عندك بورتو، عندك اتلتيكو مدريد، عندك بنفيكا، عندك يوفنتوس، عندك سالزبورج. ها سالزبورج. بنفيكا. هنا احمد قال بنفيكا. بنفيكا. انا بميل يا كابتن لفكره كسر الحواجز النفسيه. والاستاذ فارس قال سالزبورج. طيب اللي بعده التصنيف الثالث. ما احنا التصنيف الثالث الاهلي. التصنيف الرابع بقى. التصنيف الرابع متاسف. خلاص ده الثالث، هات الرابع. الرابع اوراوا دايموندز الياباني. سياتل. انا بالنسبه لي انت عايز سياتل. ماشي والله العظيم مجموعه. طيب عنب.
والله. طيب قول يا باشا. اوراوا. اوراوا اللي كسبناه برباعيه يعني. اوراوا اللي كسبناه برباعيه بس خلي بالك كل سنه بيتغيروا يعني. سيادة الكابتن كسبناه 1-0 كانت صعبه، مباراه كانت صعبه وما قدناش فيها. طيب الامنيات بالنسبه لاحمد اسامه ومحمد فارس، احمد اسامه قال الاهلي، فلومينينسي، بنفيكا وسياتل. اما فارس فقال الاهلي، ريفر بليت، سالزبورج واوراوا. يعني كابتن قول امنياتك بس بالاهلي بقى ريال مدريد وبقى سيتي عشان امنياتك بتتوقعاتك بتروح للمجموعه تخبط في الاختيارات دي كرم. انا عايز ريال مدريد. ايوه وانا بتكلم اقسم بالله بتكلم جد. عايز تشيلسي وعايز اوكلاند سيتي. اوكلاند عشان احنا يعني لا والله ما بهزر. انا عايز العب مع فرق كبيره، انا عايز العب مع فرق. ما احنا هنلعب في ادوار ثانيه يا كابتن ان شاء الله يعني هنلعبهم والله في ادوار ثانيه وهعدي ريال مدريد وتشيلسي يا كابتن. صدقني والله العظيم وهعدي، والله اقسم بالله العظيم لو لعبت النادي الاهلي في تركيزها وفي روحها هنعدي. تشيلسي دلوقتي فايق يا كابتن. انا عارف ان ريسكا عامل شغل غير عادي. ده بالمر يعني عايز حد يتشعلق فيه. انا حابب. انا شفت ماتش تشيلسي والهلال في كاس العالم. ماتش الاهلي والريال. أيوة بس مختلف. اعظم مباراه الاهلي. من امتع مباريات الاهلي ككوره وكشخصيه. للاسف الشديد بس النتيجه في الاخر كانت يا كابتن. معلش. هزيمه الهلال وهزيمه الاهلي. هزيمه الهلال كام؟ 1-0. بالعافيه ومضيعين 4 تجوان ساعتها، ومدرب الهلال الحقيقه هو اللي ما يعني ما استفادش جدا المباراه. انا حابب العب مع فرق كبيره. انت حابب تستمتع بالمباراه. من واجهت الدور اللي جاي. حابب العب. هنواجههم. لا انا عايز في الاقصاء نبقى اقوى يا كابتن. لا تصدق احنا عارف لما لعبنا في كاس العالم ضد هولندا الدنيا كلها كانت مرعوبه. بس الكابتن جوهري كان حاطط جوانا شويه ثقه لا تتخيلها. الاهلي لازم يستعد بشكل محترم للبطوله يعني دي. انا والله يسامحه كابتن هشام يكن محترم. الله يسامحه. الله يسامحه كابتن هشام يكن. طلع جاب هو اللي جاب فينا الجونين. حضرتك قلت سر. ده انا قلت حاول سر. هو اللي جاب فينا الجونين. انا كنت فاكره جون والله. هو اللي جاب فينا الجونين.